وبشأن هذه الزيارات انضم معنا عبر الهاتف مباشرة مراسلتنا من محافظة ذي قار منى البدري. مرحبا بك معنا، حدثينا أكثر عن زيارة وزير التخطيط ما إلى المحافظة، ما أهداف هذه الزيارة؟ تفضلي. هذا اليوم الاثنين وزير التخطيط العراقي صباح الدليمي إلى محافظة ذي قار. طبعا الهدف من هذه الزيارة هو بحث مطالب المتظاهرين ومناقشتها مع الحكومة المحلية، وكانت وجهته الأولى في هذا الوقت إلى الطاقة، محطة الطاقة الحرارية في الناصرية، حيث اجتمع في المحافظة مع المحافظ عادل الدخيلي وأعضاء من البرلمان الذين يمثلون المحافظة وشخصيات مختلفة من السياسيين وشيوخ العشائر والإعلاميين. أوضح في الاجتماع أن الوزارة ستجد الحلول الناجعة من أجل إعمار ذي قار ومحاربة الفساد. قبل قليل وأثناء الاجتماع تم استعراض لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة المحلية على أسماء لجنة رئيس الوزراء. طبعا اغلب المطالبات كانت تخص الواقع الخدمي، اكيد الوزير وعد اهالي محافظه ذي قار بتنفيذ مطالبهم، وان الفتره القادمه ستشهد فتره ازدهار للمحافظه من ناحيه الاعمار وتوزيع قطع اراض لهم وكذلك توفير فرص عمل، لكن لم يوضح الفئات المشموله بالتعيينات او حتى قطع الاراضي وآلية العمل بها، يعني بكل هذه الوعود. عدد من الناشطين يعني كثر حضروا الاجتماع وكانوا على مسمع من هذه المجريات. كان لهم رأي وهو أن لا تكون هذه الوعود مجرد شعارات وتخدير أعصاب للمتظاهرين، وأن تكون هي من ضمن الإصلاحات الفعلية فعلا في المحافظة. طيب منى، يعني هذه الوعود يحتاج لها وقت، كيف استقبل الشارع ذي قار هذه الوعود، وهل سيخرج بالتظاهرات خصوصا بعد زيارة وزير التخطيط؟ وأيضا كما ذكرت أن هناك وعود وسوف يتم يعني استقبال هذه المطالب. يعني الوزير أوضح أن هناك مطالب بعيدة المدى ومتوسطة المدى ويعني آنية، لكن من ناحية يعني رأي الشارع ذي قار، تعلمين أن الوجهة الأولى كانت لا زالت وزير التخطيط لحد الآن لا زال في اجتماع المحطة الحرارية، يعني الوجهة الثانية سوف تكون بعد قليل يعني في مجلس محافظة ذي قار. لحد الآن يعني لن نعلم الرد الفعلي للشارع ذي قار واللجنة الخاصة للمتظاهرين، يعني فقط أنه الآن الناشطين ومن تواجدوا هناك، يعني البعض يقول ربما هو تخدير أعصاب فقط، ومن يقول يجب أن مثلا أن نصبر عليهم. الآراء لحد الآن متفاوتة من قبل البعض. طيب إذا كانت الآراء متفاوتة، يعني هل لديك معلومات إذا كان الشارع ذي قار سوف يخرج في تظاهرات يوم الجمعة المقبلة؟ نعم نعم، الاستعدادات يعني على الكثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة لفئات كثيرة للخروج بالتظاهرات، يعني المتوقع أن هناك تظاهرات سوف تحدث للعشرات في الناصرية. مراسلتنا من ذي قار منى البدري، شكرا لك على هذه التوضيحات.